لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب النكاح من كتاب فقه السنة: رأى الفقهاء رأي الفقهاء في الفسخ بالعيب، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من رأى أن الزواج لا يفسخ بالعيوب مهما كانت هذه العيوب، من هؤلاء الفقهاء داود وابن حزم، إلا أنه يقول إذا اشترط شرطا فلم يجده فله أن يفسخ. وهذا القول شاذ في الحقيقة، فإن العقد مبني على التراضي، وإذا نشأ هذا التراضي عن غش يمنع المعاشرة والاستمتاع، فإن مقصود العقد لم يتحقق، وليس كل شيء ذكر يخالف الحقيقة يترتب عليه عدم إمكانية المعاشرة والاستمتاع، وإنما هي عيوب محدودة. وهو رأيه في أن ذلك لا ينفسخ من أجل أن العقد مبني على التأبيد، لكن الحقيقة التي لا شك فيها أن ما كان من عيب يمنع مقصود العقد فلا بد وأن يكون ذلك جديرا بالفسخ. قال صاحب الروضة الندية: اعلم أن الذي ثبت بالضرورة الدينية أن عقد النكاح لازم تثبت به أحكام الزوجية من جواز الوطئ ووجوب النفقة ونحوها وثبوت الميراث وسائر الأحكام، وثبت بالضرورة الدينية أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت، لكن هناك الخلع وهناك الفسخ، هذا ليس إجماعا ولكن هذا قول جماهير أهل العلم. يقول: فمن زعم أنه يجوز النكاح، يجوز الخروج من النكاح بسبب من الأسباب، فعليه الدليل الصحيح المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية. وما ذكروه من العيوب لم يأتي في الفسخ بها حدة نيرة ولم يثبت فيها شيء، هذا خلاف كلام عامة الصحابة رضي الله عنهم وفتاواهم. والأحاديث الواردة وإن كان فيها شيء من المقال، إلا أن الآثار الموقوفة الكثيرة تعضد صحتها، والمعنى يعضد صحتها، المعنى القياس، ذلك ما ذكرناه لأن العقد مبني على التراضي من أجل تحقيق كما الاستمتاع والمعاشرة، فإذا ولد من العيوب بالغش ما يمنع ذلك، كان من حق المتضرر أن يزيل ذلك الضرر بفسخ ذلك العقد. يقول: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحقي بأهلك، فالصيغة صيغة طلاق، وعلى فرض الاحتمال فالواجب الحمل على المتيقن دون ما سواه. الحقي بأهلك، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن رأى بها برصا وقال دلستم علي. وهذه الصيغة الحقي بأهلك كناية من كناية الطلاق، ليست صريحة في الطلاق، والجمهور يرون ذلك دليلا على الفسخ بالعيب. يقول: وكذلك الفسخ بالعنة لم يرد به دليل صحيح، يعني تحمل على الطلاق أو أن ذلك فسخها الفسخ من النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فسخ ذلك العقد. لا عم بقى، العنة عدم الانتصاب ذكر الرجل، ولا شك أن هذا يؤدي إلى ضرر بالغ بالمرأة،
وهي لا تستطيع التخلص، فلو تركها سنوات وهو في هذه الحال كيف تزيل الضرر عن نفسها، وكيف وهي يعني قد ظلمت بهذا الغش الذي قد وقع من أنه لم يخبرها بذلك. يقول عندها تشدد وشذوذ في غير موضوع حتى العنة كمان، والأصل البقاء على النكاح حتى يأتي ما يوجب الانتقال، ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب لذلك دون بعض، العيوب التي تمنع الاستمتاع. الكلام ده مقتضى عقد الزواج حل الاستمتاع لكل من الطرفين، فالعيوب التي تمنع هذا الأمر هي التي يعني تختص بهذا الأمر، وليس كل عيب أو أي مرض من الأمراض. قال ومنهم من رأى، طبعا ده الكلام بتاع الظاهرية ده اللي نقله صاحب الروضة يعني كأنه يرجحه، يخالف عامة أهل العلم. كما ذكرنا ليس عجبا أن نخصص العيوب التي تمنع مقتضى عقد الزواج، هذا يقول به كل قائل بالقياس والمعنى. ومنهم من رأى، يقول الشيخ سيد، ومنهم من رأى أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض، وهم جمهور أهل العلم، واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي. أولا ما رواه كعب بن زيد أو زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار، فلما دخل عليها ووضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها بياضا. الكشح اللي هو الجانب ما بين الخاصرتين إلى الضلع. فانحاز عن الفراش، تنحى، ثم قال خذي عليك ثيابك، ولم يأخذ مما آتاها شيئا. رواه أحمد وسيد منصور. وهذا معلومة ذكر بعض أهل السير اسمها، لكنها ليست معدودة في أمهات المؤمنين. ثانيا عن عمر أنه قال أيما امرأة غر بها رجل بها جنون، غر بها رجل، أيما امرأة غر بها رجل بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على من غر. رواه مالك والدارقطني. هؤلاء اختلفوا في العيوب التي يفسخ بها النكاح، فخصها أبو حنيفة بالجب والعنة، الجب اللي هو قطع الذكر، مقطوع الذكر، والعنين الذي لا ينتصب، وزاد مالك والشافعي الجنون والبرص والجذام. ولا شك أن الحديث الوارد ورد في البرص، فلذلك ما كان أشد منه في منع المعاشرة منع استقرار الحياة فهو أولى. يقول والقرن انسداد في الفرج. وزاد أحمد على ما ذكره الأئمة الثلاثة أن تكون المرأة فتقة، أي منخرقت ما بين السبيلين، بمعنى أنه تخرج فضلات البراز من الفرج. هذا يعني لا شك أنه يعني يضر الرجل ضررا بالغا. التحقيق في هذه القضية، والحق أن كل من الآراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار. هذا الكلام ليس جيدا، بل هي جديرة بالاعتبار والنظر في العيوب كما ذكرنا التي تمنع الاستمتاع، وما ذكروه من عيوب لا شك أنها تمنع الاستمتاع فعلا، بعضها خاص بالرجل وبعضها خاص بالمرأة وبعضها مشترك. فالجنون لا شك مشترك، ومن غر إنسانا حتى زوجه امرأة مجنونة أو زوجوها زوجا مجنونا لا شك أن هذا يمنع استقرار الحياة ويمنع المعاشرة بالفعل. الجنون والجذام والبرص دول كلهم مشتركين. لا، القرن ده انسداد في فرج المرأة، اللي خاص بالرجل العنة، والعنة المستمرة كما ذكرنا،
والجب وانقطاع الذكر. مسألة الرتقاء أيضا توازي ذلك. أحب أن ننبه هنا كلمة الجنون كلام واضح ومحدد، مش أي مرض نفسي. الناس النهاردة يقولوا إيه ده أنتوا ضحكتوا علينا ما بلغتوناش إنها بتروح عند دكاترة نفسيين. طب ما في يعني أمراض عديدة لا تصل إلى حد الإيه؟ الجنون. درجة مثلا احنا اتكلمنا في الموضوع ده اظن قبل ذلك، ان الفرق بين الذهان وبين امراض العصبية، ولذلك الامراض الذهانية التي لم يفلح معها العلاج هي التي يمكن ان يقال عنها انها هي صاحبها مجنون، وليس كل الامراض الذهانية. في امراض الذهان التي تعالج وتقبل العلاج، هذا يمكن أن يعيش حياة مستقرة ويحصل الاستمتاع دون خلل ويستطيع العمل وغير ذلك. يقول أن الحياة الزوجية التي بنيت على السكن والمودة والرحمة لا يمكن أن تتحقق وتستقر ما دام هناك شيء من العيوب والأمراض ينفر أحد الزوجين من الآخر. هو في الحقيقة اختار أوسع الأقوال في العيوب، اللي هو كلام ابن القيم رحمه الله، ويشبهه كلام ابن تيمية. والحق أنه لا بد من تحديد وليس توسيع العيوب، ليس ما كان مناظرا لما نص عليه العلماء من الصحابة ومن بعدهم، فما كان مناظرا أو أشد فذلك هو الذي يمنع. النهاردة الناس بيتكلم يعني يتوسعوا في ذلك لكل مرض، يعني لو كان اصابها حرق مثلا يقول لك ده انتوا ايه ما بلغتونيش. البرص مرض شديد التنفير، وقد يكون هناك خوف من او كذا الجذام خوف من الانتقال. اما بالنسبه الى حرق مثلا اصابها مساحه لا تصل الى ان تكون منفره، وكذلك إذا أصابها بعض الأمراض الجلدية اليسيرة، لو عندها تيني على سبيل المثال يقول لك انتوا كده دلستم علي، عندها حساسية، كل هذه الأمراض أولا قابلة للعلاج، وإنما الأمراض التي يفسخ بها هي الأمراض التي لا تعالج. اللي الصدفية برضو كذلك لا تضر. ها كتمانها او عدم كتمانها لا يؤثر في الزواج، والاولى ان يخبروه، لكن ليس ذلك شرطا. ولا يأثم من كتم ذلك، ولا يأثم من كتم ذلك. يقول هو عشان الناس مش فاهمة عن ايه عيوب، هي اللي بيخلي الناس تقول ان كده ازاي انتم قلتوليش. هذا الكلام لا يلزم اخبار به. زي واحد عندها برد ما قلتليش ليه ان بيجيلها برد مثلا، يعني لو هي بقى هتتوسع من غير ضابط الا امزجة الناس وتهيؤهم ان هذا خلل في الاخبار لما استمرت حياة. يقول فإن العيوب والأمراض المنفرة لا يتحقق مع المقصود من النكاح، ولهذا أذن الشارع بتخيير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه. وللإمام ابن القيم تحقيق جدير بالنظر والاعتبار، قال فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات، السكوت عنه من أقبح التدليس والغش وهو مناف للدين. هذا الأمر عند الجمهور أن هذه ليست من العيوب التي تمنع الاستمتاع، يعني لو امرأة عمياء أو رجل أعمى هذا لا يمنع الاستمتاع، مع كونه لا يخفى لمن تحرى. أي واحد ما يعني هيروح يتجوز يبعت واحدة يخليها تعرف، وبعدين هو مأذون له في أن ينظر، ولما هي لو الأهمة مقطوعة الإيدين والرجلين إذا قصر هو في النظر
وفي أن يرسل من يعرف، فهو الذي يعني قصر في ذلك. قد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له: أخبرها أنك عقيم وخيرها، فماذا يقول رضي الله عنه في العيوب التي هي عندها كمال بلا نقص. الحقيقة في مسألة العقم، إذا اكتشف بعد الزواج فالصحيح أنه إذا كان لا يمنعه من المعاشرة فإن ذلك لا يجعلها تستحق فسخ العقد، بل إن أرادت أن تختلع، لأن هذا الأمر غير مقدور له، أعني مسألة العلم بأنه عقيم إلا بعد الزواج في الغالب، وإذا كان هذا قبل الزواج بخبرة سابقة أنه لا يولد له، فهذا الذي قاله عمر هو الواجب. وأما إذا كتم ذلك فالزواج صحيح وهو قد أثم بعدم الإخبار. قال: والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. الحقيقة أن احنا لابد أن نجعل هذا الأمر مرتبطا بالمعاشرة، دي عيوب بدن مش كده؟ مش عيوب ايه؟ نفس. العيوب دي عيوب بدن، عيوب البدن تبقى العيوب التي تمنع المعاشرة بالبدن المتعلقة بالجماع، وأما ما سوى ذلك من العيوب فهذه التي لا تمنع المعاشرة لا يحصل بها يعني منافات لمقصود عقد النكاح. المودة والرحمة يمكن أن تحصل مع كل العيوب التي ذكرت، ولذلك لأن هذه صفة النفس. يقول: وهو أولى من البيع، يوجب الخيار وأولى، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع. وما ألزم الله رسوله، وما ألزم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مغرورا قط، وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط، ولا مغبونا بما غر وغبن به. ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله وحكمته وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن المسيب رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غر. يعني هي هتأخذ ذلك المهر ووليها يغرم لأنه هو الذي كتم، وإذا كانت هي التي غرت كما يكون مثلا وليا هو ابن عمها غير مطلع على ذلك وهي التي غرت فيكون عليها. وروى الشعبي عن يعني هي اللي هتديله المهر، هتاخد المهر وترجعه، يعني يبقى المهر هيرجع له لو وليها هو اللي هيغرم. لو هي التي غرت يبقى ترد المهر. وروى الشعبي عن علي كرم الله وجهه: أيما امرأة تزوجت وبها برص أو جنون أو جذام أو قرن فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها. وقال وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه قال: إذا تزوجها برصاء أو عمياء فدخل بها فلها الصدق ويرجع به على من غره. قال: وهذا يدل على أن عمر لم يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها، عامتهم لا يجعلون العمى سببا ولا يصححون ذلك عن عمر. كذلك حكم قاضي الإسلام شريح رحمه الله الذي يضرب المثل في علمه ودينه وحكمه،
قال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين رضي الله عنه قال خاصم رجلا إلى شريح فقال إن هذا لي إن هذا قال لي إن نزوجك أحسن الناس فجاءني بامرأة عمياء فقال شريح إن كان دلس عليك بعيب لم يجز فتأمل هذا القضاء وقوله إن كان دلس عليك بعيب كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة فللزوج الرد به إن كان دلس عليك بعيب يمنع الاستمتاع أو غشك بأن قال أحسن الناس فهو يتكلم عن امرأة ليس فيها صفات نقص فكأن هذه من الصفات المشروطة قال الزهري يرد النكاح من كل داء عضال قال ومن تأمل فتاوى الصحابة كان ابن القيم والسلف علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب إلا رواية روية عن عمر لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادا أكثر من أصبغ وابن وهب عن عمر وعلي يعني عايزونها منقطعة وقد روي ذلك عن ابن عباس بإسناد متصل هذا كله إذا أطلق الزوج أطلق يعني ما ذكروش شروطا معينة إذا أطلق يعني تزوجها زواجا دون ذكر شروط وأما إذا اشترط السلامة أو اشترط الجمال فبانت شوهاء أو شرطها شابة حديثة السن فبانت عجوزا شمطاء أو شرطها بيضاء فبانت سوداء أو بكرا فبانت ثيبة فله الفسخ في ذلك كله فإن كان الجمهور على عدم الفسخ بذلك الجمهور لا يرون هذه الشروط تبطل العقد فإذا وجد غير ذلك ولم يمسها يعني هو في فرق بين الاشتراط الصريح انه اشترط كذا وكذا فهذا الأدلة على صحة ان يفسخ ذلك العقد اشترط اما اذا ظنها كذلك ولم يشترط فهذا الذي فيه قول الجمهور أن ذلك لا يفسخ به العقد قال فإن كان قبل الدخول فلا مهر يعني عند الفسخ يعني وإن كان بعده فلها المهر وهو غرم على وليها إن كان غرة وإن كانت هي الغارة سقط مهرها أو رجع عليها به إن كانت قبضته ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه وهو قياسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط وقال أصحابه إذا شرطت فيه صفة فبان لخلافها فلا خيار لها إلا في شرط الحرية إذا بان عبدا فلها الخيار وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان يعني إذا اشترطت أن يكون قرشيا أو اشترطت أن يكون من الأشراف من نسل النبي عليه الصلاة والسلام فبان خلاف ذلك الأكثر على أن ذلك لا يعطيها حق الفسخ يقول والذي يقتضيه مذهبه وقواعده الإمام أحمد أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها بل إثبات الخيار لها إذا فات ما اشترطته أولى لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق فإذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره فلأن يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها أولى إن الأكثر يقول أن الخلع ليس بلازم له إلا أن يرضى يعني هنقول أنها تختلع منه الجمهور يقولون لا يلزمه الخلع لا يلزم بالخلع إلا أن يرضى يستحب أن يجيب كان الصحيح أنه يجب وأنه إن امتنع طلق عليه القاضي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ الحديقة وطلقها تطليقها
وإلا فكيف تجبر على حياة لا تحتملها؟ لا، في الحالة حالة الفسخ إذا كانت قد اشترطت على القول بأن الاشتراط يبيح لها الفسخ وهو دخل بيها هتاخد المهر. اشترطت، بنقول أنه هو يكون نسيب، اشترطت أن يكون مثلا شابا، قالت أن السن بتاعه اشترطت كده ما يزيدش عن 25، طلع 65، ماشي كده، فمثل هذا ايه يبيح لها الفسخ اذا كان قد دخل به. في مسألة العيوب حاجة والاشتراط حاجة تانية. الاشتراط ادق في يعني، عشان حديث ان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وان اللي خلف الشرط يضر الطرف الثاني، وهذا الشرط يجعله من حقه طالما اشترط. اما العيوب فهي اذا اطلق العقد، العيوب التي يقيد فسخ العقد بها. قال فاذا جاز له الفسخ مع تمكنه من الفراق بغيره، فلا ان يجوز لها الفسخ مع عدم تمكنها اولى. وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزول ذا صناعة دنيئة لا تشينه في دينه ولا في عرضه، لكن قالوا مثلا كالحجام والكساح، كساح اللي هو إيه بينظف المجاري مثلا، وهو متجوزها أنه هو دكتور مثلا أو مهندس أو تاجر رجل أعمال، وهو طلع في الآخر إيه هذه المهن وطلع عن الصف يعني. فيقول وإنما لا تشينه في دينه ولا في عرضه، وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به. هو الحقيقة إن من أجل الشرط، أما الاستمتاع فليس مرتبطا بالمهنة. يقول فإذا شرطته شابا جميلا صحيحا فبان شيخا مشوها أعمى أطرش أخرس أسود، فكيف تلزم به وتمنع من الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس وقواعد الشرع، انهم بيجعلهم ان الكفاءة في المهنة، اليسار، النسب، الحرية، الدين. قال وكيف يمكن احد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرص، العدسة يعني عدس، قد حباية العدس يعني، ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن، وهو أشد إعداء من ذلك البرص اليسير. هو في الحقيقة خطأ، القياس ده غير صحيح. الجرب ده ممكن في 10 أيام في 5 أيام يتعالج، البرص ده مش هيتعالج طول العمر. ها؟ في 10 أيام الجرب. يعني الجرب ده ليس مرضا مزمنا. بس هو على أيامه. ولكن هو الظاهر ما كانش دراسة جيدة يعني. يقول وكذلك غيره من أنواع الداء العضال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على البائع كتمان عيب سلعته، وحرم على من علمه أن يكتمه عن المشتري، فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. رواه مسلم متفق عليه. فعلم أن بيان العيب في النكاح أولى وأوجب. هذا من باب النصح، ليس من باب عيوب النكاح، هذا من باب أي الرجال أصلح للمرأة. فلا هو اشتراط ولا هو من العيوب، إنما معهوش فلوس. يقول فكيف يكون كتمانه وتدليسه والغش الحرام به سببا للزومه وجعل للعيب غلا لازما في عنق صاحبه
مع شدة نفرته منه، ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خلافه. هذا ما يعلم يقينا أن تصرفات الشريعة وقواعدها وأحكامها تأباه، والله أعلم. وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزواج إذا شرط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان فالنكاح باطل من أصله، لم ينعقد ولا خيار له فيه ولا إجازة ولا نفقة ولا ميراث. قال: إن التي أدخلت عليه غير التي تزوج، إذ السالمة غير المعيبة بلا شك، فإذا لم يتزوجها فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما. هذا قول شاذ أيضا، لأن هذه المرأة أخفت شيئا معينا إذا اشترت السلامة من عيب معين، لكن المرأة معينة، وليست أن هذه غير تلك، هي بعينها غشت، فأقصاها أننا نعطي الحق للذي قد غر بأن في الشرط الذي اشترطه بأن يفسخ بمقتضى اشتراطه. ما جرى عليه العمل بالمحاكم، يقول: وقد جرى العمل الآن بالمحاكم حسب ما جاء في المادة 9 من قانون 1920 أنه يثبت للمرأة هذا الحق، حق الفسخ، إذا كان العيب مستمكنا لا يمكن البرء منه. مستمكنا، هي واحد، مستمكنا أو مستحكما، أو يمكن بعد زمن، ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر أيا كان هذا العيب، كالجنون والجذام والبرص، سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترضى به. فإن تزوجته عالمة بالعيب، أو حدث العيب بعد العقد ورضيت صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز طلب التفريق. واعتبر التفريق في هذه الحال في حل أن يكون في عيب طلاقا بائنا، ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيب ومداه من الضرر. ومما يدخل في هذا الباب عند الأحناف تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من كفء بمهر أقل من مهر مثلها بدون رضا أقرب عصبتها، يدوم الحق يعني. والجمهور يقول: لا، هي صاحبة الحق في المهر، ولا نقص عليهم في نقصان مهرها، ولا شين عليهم في ذلك، وهي صاحبة الحق في بضعها. يعني طبعا هتزوج نفسها في الحقيقة، أنا هنبطل الزواج إذا كانت هي المتولية العقد، ولكن زوجها ولي أبعد، لأن وليها الأقرب يشترط لها مهرا كمهر مثلها، وهي تحتاج للزواج، ولذلك تسهل في أمر المهر، وحاجتها إلى الزوج أكثر من حاجتها إلى المال، فأن أن يبطل الولي زواجها في شيء هو من حقها، هي المتنازلة. ولذلك أي امرأة تقبل بمهر دون مهر المثل فليس للولي أن يمتنع، الولي يمتنع في حالة عدم الكفاءة الدينية، جايبها الواحد بتاع مخدرات مثلا أو مدمن وجاء تقول له أنا عايز أتجوز ده، فلو قال لها لا وتجوزت من وراء بقى ده باطل. أو رجل فاسق لا يصلي وهو قال لها لا ما تتجوزيش ما بيصليش، فراحت جابت ولي أبعد وتجوزته، يبقى زواجها باطل. وكذلك إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب والجد من الأولياء عند عدمهما، يعني الحنفية بيقولوا عند البلوغ تخير الصغيرة إذا كان غير الأب هو الذي زوجها. والجمهور يقول: أصلا لا يزوج الصغيرة غير الأب والجد، وده الصحيح، أنه ليس هناك حاجة إلى تزويج الصغيرة دون أن يكون لها إذن معتبر، والصغيرة أصلا ما لهاش إذن، والصغير أيضا كذلك. إمتى يبقى الإذن؟ بعد البلوغ. يقول: وكان الزوج كفوا، الحنفية هم اللي بيقولوا ولو كان الزوج كفوا
وبلغت وهي كانت مزوجة صغيرة زوجها غير الأب والجد فلها الخيار. يقول: وكان المهر مهر مثل، كان الزواج غير لازم، وسأتي ذلك مفصلا في مبحث الولاية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.